حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية ونبدأ بأهم العناوين. الشرق الأوسط العالم يتسلح ضد الوباء بالجنود والكمامات. القدس العربي إيران توافق على دخول وكالة الطاقة الذرية إلى موقعين نوويين مشبوهين. إنديبندنت عربية: كورونا يفرض تأجيل افتتاح المدارس السورية والأهالي قلقون. الزمان: بغداد وكربلاء تتصدران الموقف الوبائي للإصابة بكورونا. المدى: هيومان رايتس ووتش: عمليات الاغتيال تلاحق الناشطين والسلطات لم تتحرك. اليوم السابع: الحكم بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على مرتكبي مذبحة نيوزيلندا. الصباح: زيادة سعات الإنترنت الداخلة إلى العراق. ننتقل مشاهدينا من العناوين إلى التقارير والمقالات، ووجدنا مقالا في ألترا العراق للكاتب زياد وليد كان في متنه: لا يريد ترامب الخروج من العراق على الطريقة الإيرانية، وتريد طهران بجدية أن يفعل بذلك أو أن يسقط في انتخاباته القادمة بأي شكل، وإحدى الطرق المؤدية لذلك هي إيذاء قواته في العراق. نذكر أن قتل الجنود أو الموظفين الأمريكيين لم يكن ضمن قواعد الاشتباك قبل حادثة كركوك، حيث كان التوتر مستقرا ولم يحدث بعد اغتيال سليماني وحتى الآن. من هنا فإن مرحلة التوتر غير المستقر مهددة، إذ أنها وحتى اللحظة وبالذات بعد زيادة الكاظمي لواشنطن لم تأتي بالنتيجة المرجوة. في السياسة لا يقرأ لقاء حكومة دولة ما بأخرى فقط، كما تقول البيانات الصحفية بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين. إنها عبارات لا ترتقي حتى للاستهلاك الإعلامي، فما تبحثه دولتان يهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصورة كبيرة أو صغيرة دولة أو دولا أخرى، سواء بالسلب والإيجاب. ونشير إلى طبيعة هذه الحالة بين دول العالم، إلا أنها أكثر من ذلك في العراق الذي بني نظامه الطائفي بطريقة تحكم على تحركاته أن تتقاطع وتشتبك مع مصالح دول أخرى، وبالتالي مع القوى الداخلية، في معادلة سرطانية ساهمت بتصلب الدماء في جسد الدولة وموت ما يسمى المصلحة العليا للدولة، التي تكتب زوراً وبهتاناً في بيانات الحكومات العراقية حين تلتقي نظيراتها. استناداً إلى ذلك، لا يمكن لأي عاقل أن يعد زيارة الحكومة العراقية للولايات المتحدة الأمريكية لقاء دولة بدولة فحسب، فهي مرتبطة بالدول المجاورة وغير المجاورة للعراق، وعلى وجه الخصوص الملف الإيراني الذي يسحب معه الملف الخليجي والصهيوني وهكذا دواليك. وقد زاد تأثير ذلك بعد حادثة اغتيال قاسم سليماني بطائرة أمريكية في بغداد، في أوضح نقاط الصراع بين واشنطن وطهران في المنطقة. والسؤال الذي طرح ولا يزال يطرح هو: هل ستكون الحادثة هي الأعلى في منحنى الصراع، بمعنى أن المؤشر سينخفض تدريجياً، أم أنها مجرد ارتفاع في المستوى البياني للصراع وقد يعقبه ارتفاع أكبر؟ ويضيف الكاتب: الخيار التصعيدي المغاير وارد إذا ما أرادت إيران أن تحقق هدفها بشكل سريع قبل الانتخابات الأمريكية نهاية العام الحالي، وحينئذ وفي هذه النقطة تحديداً لا يمكن لترامب أن يتسامح مع هذه الخطوة، فالرد القادم من البيت الأبيض على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد كان حازماً وحاسماً لم يتوقعه أفضل الخبراء. إذن فالسؤال هو حول الخطوة القادمة للإيرانيين ولحلفائهم، ثم ما هي نوعها والمعادلة التي قد تنتج عن ذلك أو التي يمكن أن تبقي الوضع على ما هو عليه، وانتظار ما سيسفر
عن السباق الرئاسي. وجدنا مقالا في موقع كتابات يقول الكاتب علي عماد فيه إنهم يدعون عدم تبعيتهم خارجيا وداخليا، ولا أنهم يخضعون حتى لما لا يمكن أن يكون لديهم ولو نقطة مشتركة معه. إن ضمنوا خارجيا مصالحهم المتفق عليها يتمسكون بمن يفيدهم قبل الآخر، أي بشكل متسلسل وعلى حساب كل ما يدعون نظريا، أي لا يهمهم تركيبة وأهداف وفكر وهدف الجهة الخارجية، المهم ما يهمهم هم وما يستفيدون منه. يحاول الجميع أن يكون في السلطة. لأول وهلة يمكن أن نقول إن أسماءهم مختلفة وقياداتهم متميزة وشعاراتهم وأهدافهم متعددة، وفيها أمور مختلفة جزئيا إن لم تكن كليا، وهم يدعون أصحية أحزابهم وأنها أكثر أحقية عن الآخر. إننا يمكن بكل أريحية أن نثبت بالأدلة الدامغة أنهم متشابهون في الشكل والجوهر بشكل كبير جدا، وأن أكثرهم متفقون على جملة أمور لا يمكن أن يتفق عليها أي حزب مختلف عقائديا وفكريا وفلسفيا عن الآخر. كل هذه الأحزاب الإسلامية تعمل وفق ما يفيد قياداتها أولا، وحسب موقع كل منهم، وهم يوزعون المكتسبات المادية وفق نسبة ما يكتسبونه بأي شكل كان، وليست الشعارات إلا دعاءات شفهية يساومون عليها إذا تعارضت مع مصالحهم ولو بنسبة قليلة جدا. كلهم يدعون رفع راية الإسلام وتفصيلات العقيدة التي يؤمنون بها، ولكنهم يتفقون سياسيا حتى لو اعتقدوا وتيقنوا أن توافقهم لمصلحتهم الحزبية والشخصية الضيقة فقط. أكثرهم يدعون أنهم يناضلون من أجل المحافظة على سيادة الدولة العراقية واستقلالها، ولكنهم تابعون وذيول ويتآمرون خارجيا، ولم يبق أي هدف ديني أو عقائدي خاص لديهم في الوقت الذي تضغط عليهم الجهة التي لها الفضل عليهم. الجميع يلعب وفق معرفته للعبة التي يمكن أن يرضى بها المتفضلون عليه بعيدا عن أي شعار ديني يستندون على استغلال الفرص. ويضيف الكاتب لا يؤمنون بالمعارضة الإيجابية التي تفيد الشعب، بل كل ما يريدون هو الحصول على جزء من كعكة السلطة. وعليه فإن الأحزاب الإسلامية وإن كانت في السلطة أو فيما تعتبرها المعارضة، إلا أن عملها الحزبي وفكرها وأيديولوجيتها متشابهة في أكثر ما يمسها وبشكل مطلق في بعض الأمور التي تفيدها شخصيا وحزبيا، وبالأخص ما يهم قياداتها، وعلى حساب كل ادعاءاتهم النظرية البعيدة عن عملهم على الأرض. أما صحيفة الزمان نشرت مقالا للكاتب نوزاد حسن قال فيه التفجيرات صورة قديمة كما قلنا، أما الاغتيالات فهي الواقع الأدق. الاغتيال هو آخر اكسسوار يضاف على جسد هذه الديمقراطية. لقد ترافق الاغتيال مع باقي الانتهاكات بدءا من المحاصصة والفساد وقتل الثقافة وغياب القانون، والقائمة تطول. مع هذه العيوب كان الاغتيال يحدث في الأعوام الماضية، لكن الاغتيالات برزت بعد ثورة تشرين، صارت اكسسوارا لامعا براقا، وسيعرف العالم قريبا أننا نعيش في مكان غامض فيه قوى خفية تنفذ ما تريده في أي وقت تشاء. ما الصورة التي يمكن أن يرسمها العالم عنا بعد أعوام الفشل الطويلة؟ كيف يمكن أن يتحدث عنا الصيني أو الهندي أو الأوروبي؟ حين نقول فرنسي مثلا، تتكون صورة في عقولنا هي مزيج من نظام سياسي ومواطن يتمتع بحقوقه. هذا المزيج هو الرابطة بين القانون والفرد،
ومن هنا لا يكون في فرنسا مكان يمكن أن ينتهك قدسية حق الأفراد، كما لا توجد جهة تتدخل في معاقبة أي إنسان دون أن يكون القضاء حاضرا، والحكومة هي صاحبة الشأن في توجيه الاتهام للفرد إذا تجاوز خط القانون الأحمر. هذا الذي قلته عن الفرنسي هو صورة في عقولنا ليس عن الفرنسي فقط، وإنما عن كل فرد في أوروبا. كذلك للهندي صورة في عقولنا، وللصيني، ولأي إنسان ينتمي لثقافة أخرى تختلف عن ثقافتنا. نحن أيضا نملك صورتنا في عقول الآخرين. قبل أيام كنت أتابع حديثا لمعلم بوذي اسمه سادغورو، يتحدث فيه عن متصوف في البصرة. سادغورو حين يذكر اسما غريبا لشخص أو مدينة يعرفها لمستمعيه الجالسين أمامه: هل تعرفون أين هي البصرة؟ ثم يجيب: هي في العراق، وهي منطقة غنية باللؤلؤ. ثم أضاف: والمتفجرات أيضا. مع أن المعلومة الأصح مليئة بالنفط والمتفجرات. لندقق قليلا كلام سادغورو الذي قاله ليس نكتة، إنه تعريف مأساوي غير مدني بالمرة. وأردف الكاتب في مقاله قائلا: ستكون صورتنا مظلمة جدا وقاسية، ومع الوقت سنكون المكان الأكثر شهرة في تنفيذ عمليات الموت خارج الأماكن المخصصة للعقوبات القانونية ضد المجرمين الذين يستحقون الموت طبقا للقانون. وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد من ظهورنا كمتوحشين أمام العالم. في كل فيديو للقتل سيفكر الأوروبي أو غيره بالرعب مما يشاهد، ولن يفكر بنا إلا من خلال فكرة الرعب التي تجعله يحس بأننا نرتجف من الخوف. ولن ننمو مكتملين الصحة، بل سنكون فاشلين خائفين من إبداء الرأي في أي قضية. وجدنا مقالا في صحيفة القدس العربي للكاتب مزهر حبر الساعدي، جاء فيه: الصين عقدت اتفاقات مع إيران بعيدة المدى، وبضمنها توريد السلاح وتوطين بعضه صناعيا في إيران، لذا من الصعوبة أن تقبل العمل بآلية الزناد. وكذلك روسيا، وزير الدفاع الإيراني زار روسيا للبحث في التعاون بين الجانبين، بضمنها بل من أهمها هو التعاون العسكري بين الجانبين. مشكلة الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية مع جميع دول العالم أنها لا تريد أن تتقبل أن ريادتها للعالم وتحكمها فيه قد انتهى، أو على أقل تقدير قد قل فعله ومفعوله لجهة السيطرة والتحكم من المنصة المتعالية جدا. فشلت الولايات المتحدة قبل أيام في تمرير قرار كانت قد أعدته يتضمن عدم رفع حظر توريد السلاح من وإلى إيران، الذي سيرفع في 18 من شهر أكتوبر المقبل حسب ما ورد في الصفقة النووية بين الدول الكبرى الست مع إيران، والتي أبرمت في يوليو 2015. فشل الولايات المتحدة في تمرير قرارها شكل إشارة واضحة لعزلة الولايات المتحدة وتراجع تأثيرها في المحيط الدولي، حتى لأقرب حلفائها من دول الاتحاد الأوروبي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا. الولايات المتحدة التي أصاب هذا الإخفاق بالهستيريا ما دفعها إلى توزيع الاتهامات حتى لحلفائها في حلف الناتو، بوصف موقفهم هذا وعلى لسان بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بالمخيب للآمال، واتهمهم بالانحياز إلى آيات الله على حد وصفه من جهة، ومن جهة أخرى أوضح أن إعادة فرض العقوبات على إيران أي تفعيل سناب باك في خطة العمل المشتركة سيتم على الرغم من اعتراض الآخرين. وهنا يقصد روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كانت قد أعلنت موقفها بمعارضة تفعيل الزناد الوارد في خطة العمل المشتركة بين إيران والدول الست الكبار، واصفة العمل الأمريكي بأنه لا يستند إلى سند وذراع قانونيين
يسمح لها بإعادة تفعيل سناب باك لأنها كانت قد انسحبت من الصفقة النووية قبل 3 سنوات. وأكمل الكاتب مقاله حيث قال: هذه السياسة التي تتركز على فرض العقوبات الاقتصادية كسبيل لفرض إرادتها على تلك الدول قد انتهت، أو على أقل تقدير تقلصت مساحة تأثيرها، بل أكثر من هذا، وبفعل العدد الكبير من دول العالم التي طالتها العقوبات الأمريكية ومن ضمنها دول عظمى وكبرى كالصين وروسيا، دفعت هذه الدول إلى تشكيل محاور أو محور موحد للتعاون فيما بينها للتغلب على العقوبات الأمريكية في جميع الحقول التي من أهمها وأكثرها تأثيرا مستقبليا على الاقتصاد الأمريكي هو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة للتبادل التجاري وللاحتياط. أما صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا للكاتب سمير عطالله كان في متنه: انفجار لبنان مزق بيروت ولا يزال يدوي في الأذان وفي القلوب، لكنه لم يصل إلى آذان السياسيين بعد، أما قلوبهم فلن يصل إليها أبدا. وكما كان الزوار يتركون نعالهم عند الأبواب، هكذا يفعل هؤلاء عندما يدخلون دنيا السياسة في لبنان، يتركون قلوبهم خارجا ويدخلون. ليس لمن يعتقد أنني أبالغ أو أكتب كلاما شاعريا إلا أن يقرأ نوعية الكلام في الحرب الدائرة بين الحزبين. هذا المشهد غير ممكن في أي بقعة أخرى على وجه الأرض، لكنه عادي في المساحة الجغرافية المعروفة باسم لبنان، وخلاصته أن قلب العالم أجمع على البلد المصاب بنكبة من نكبات الإنسانية فائقة التصور، وقلب السلطة الحاكمة على المقاعد الوزارية وشكل الحكومة. وفيما العالم أجمع يبحث للبنان النازف الجسد الملقى على قارعة الطريق عن حكومة في مستوى هذا التحدي التاريخي، تبحث السلطة عن حكومة خالية من خصوم جبران باسيل ومحشوة باختياراته. هذا المشهد السياسي العاري كثير على لبنان، كثير على أي بلد فيه 200 قتيل و7000 جريح و300,000 بلا مأوى، والتضخم فيه مريع، ومستشفياته لم تعد قادرة على استقبال مرضى كورونا ومصابي زلازل الإهمال. لا تزال فرق الإنقاذ تعثر على بقايا الضحايا في المياه وتحت الركام، ولا تزال فرق التفتيش تعثر في المرفأ على شتى أنواع المواد الحارقة والمحظورة مثل الأمونيوم الذري الذي فجر جحيم لبنان، ولا تزال السلطة تبحث عن رئيس حكومة يرضى عنه وعن حكومته جبران باسيل، ولا يزال لبنان الذي يعاني من أسوأ حادث في تاريخه منذ الزلزال الذي ضرب بيروت أيام الرومان لا يزال بلا حكومة، وسياسيه بلا رحمة وبلا رأفة وبلا أي شعور إنساني، كأنما هذه الطبقة السياسية من غير هذا الشعب الذي خرج بالآلاف يداوي مصاب المساكين الذين تحولوا إلى مقبرة جماعية. وأكمل مقاله قائلا: ليس فقط على وسائل التواصل المحدودة أو التي يمكن توقيعها بأسماء مستعارة، بل علنا في الصحف والتلفزيونات الناطقة باسم تلك الأحزاب، عندها أجل يتمنى المرء لو أنه لم يكن لبنانيا ولا اضطر إلى قراءة هذا النوع من الخطاب السياسي. أنا لم أكن أقرأه من قبل ولم أقرأه الآن إلا بطريق الصدفة وما يرسله الأصدقاء من نقل لا ضرورة له، فما يصل إلينا تماما يكفي للتأكد المؤلم من أن الفظاعة الكبرى ليست فيما أهمل أو أهمل من نترات الأمونيوم في المرفأ، بل فيما تم تعمده من تبادل السموم. وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت العربية حيث وجدنا مقالا نشره الصحفي الأمريكي أندرو فاينبرغ، كان في نصه: سيحاول ترامب استخدام لقاح كوفيد-19 إذا كان جاهزا للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة
من خلال توجيه جرعات إلى الولايات التي يحتاج الفوز فيها من أجل الاحتفاظ بالرئاسة. ولمح ترامب نفسه إلى مثل هذا الاحتمال صباح الخميس الماضي خلال حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض وقبيل صعوده على متن المروحية الرئاسية مارين وان لحضور حدث في مدينة كلايد بولاية أوهايو. قال إنه متفائل بشأن جهود تطوير اللقاح، ولفت الأنظار إلى أن هذا قد يكون متاحاً بحلول يوم الانتخابات، وهو ادعاء لم يؤيده أي خبير حتى الآن. إن تأكيدات الرئيس ترامب المتكررة أن الولايات المتحدة ستحصل قريباً على لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصراره على أن لوزارة الخزانة الحق بالحصول على نسبة مئوية مما قد تدفعه مايكروسوفت لشراء تطبيق مشاركة الفيديوهات تيك توك، تقرع أجراس الإنذار لدى بعض المقربين منه وعند خبراء قانونيين ومسؤولين إداريين سابقين. وتشير الفكرتان إلى رئيس يبدو مستميتا بشكل متزايد لتأمين ولاية ثانية في البيت الأبيض. وقد طرح ترامب مقترح مايكروسوفت لأول مرة يوم الاثنين الماضي في أثناء حديثه للصحفيين خلال حفل توقيع على أمر تنفيذي يفرض قيودا على استخدام العمالة الأجنبية من قبل المتعاقدين الحكوميين. وعندما سئل عن فكرة إقدام شركة البرمجيات العملاقة التي تتخذ من ريدموند بولاية واشنطن مقرا لها على شراء التطبيق الصيني الذي هدد ترامب سابقا بحظره في الولايات المتحدة، قال الرئيس: لأن المالك الحالي هو الصين بالأساس، قلت إن جزءا كبيرا جدا من هذا السعر سيأتي إلى خزانة الولايات المتحدة لأننا نتيح إمكانية إجراء هذه الصفقة. وأضاف ترامب: إنها شيء ثمين، لكنها ليست شيئا ثمينا في الولايات المتحدة ما لم يحصلوا على موافقة الولايات المتحدة، لذا سيصار إلى إغلاقه، ويقصد تيك توك، في 15 من سبتمبر أيلول ما لم تتمكن مايكروسوفت أو أي شخص ما من شرائه والتوصل إلى صفقة مناسبة. فاينبرغ أكمل مقاله قائلا: إن الخطة التي هي حاليا قيد التطوير تعتمد على استخدام العسكريين لتوزيع جرعات اللقاح على وجه السرعة، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة قد أعدت لتوزيع اللقاح، لكن ليس هناك ضمان بأن الرئيس لن يتدخل في المسألة ويصدر أوامر باعتماد أسلوب مختلف تماما. هل سيحاول ترامب فعل شيء كهذا؟ لا أعرف، لكن ما يخيفني هو أن الأشخاص الذين سيشاركون هم عسكريون وسيتبعون أوامر الرئيس إذا كانوا يحترمون القانون. اكتشف علماء في جامعة موسكو أن جرعات عالية من فيتامين B1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تلحق أي أضرار بالخلايا السليمة. وفيتامين B1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى. وتفيد المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن النتائج التي حصل عليها العلماء هي نتائج التجارب التي أجروها في ظروف المختبر. وتقول البروفيسورة فيكتوريا بونيك المشرفة على البحث: إن البيانات الجديدة حول تأثير B1 السلبي لجرعات فيتامين B1 السلبي كبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تأثيرها في الخلايا السليمة سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة بالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريرياً، وقد اختبر الباحثون هذه الفكرة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهرية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان والتي أخذت من القرود. واتضح أن لفيتامين B1 تأثير مماثل لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبا لعلاج سرطان الرئة. We'll be right back.
أما الآن نستعرض وإياكم مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي وجدناها في صحف اليوم. صدى الإقلام لهذا اليوم انتهى، نلتقيكم بخير إن شاء الله وإلى اللقاء.